اللهم إنا نعوذ بك من النار وعذابها. خذ الكلام ده بجد، مش بهزر، خذ الكلام ده بجد، دي مش قصص، خذ الكلام ده بجد، دي مش حكايات يا جماعة، ده دين، دي عقيدة. عايزك تاخد الكلام اللي بنقوله ده بجد، انك هتموت وتدخل القبر. معلش معايا كده، ارجوك لوجه الله غمض عينيك كده دلوقتي ونكس راسك كده وفكر ازاي توضع في قبر وانت متكفن، ويتقفل عليك باب واتنين، ويتحط عليك المجاديل وطين، والناس تمشي وتسيبك. يا رب اللهم كن لنا في قبورنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا رب. خذ الكلام ده بجد، لكن لما يقعدوك والكفن يقع، الرسول قال كده، حتى يهبط كفنه إلى حقويه، والملكين يمسكوك من اكتافك ويهزك، من ربك؟ من ربك؟ خد الكلام ده بجد، انت ليه بتزيحه عن دماغك؟ هو ده الحاصل اللي ربنا بيحدث عنه، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. انت بتسمع الكلام ده وانت بتلعب، تسمع الكلام ده وانت بتهرج، عمال اقول لك القبر والملكين والجليس الصالح وجليس السوء، عمال اقول لك يوم القيامة النفخ والشمس تدنو من الرؤوس ويلجم العرق والنساء الجمع، وانت عمال كأنك بتسمع حكايات ألف ليلة وليلة، كأني بكلمك عن تمثيلية ولا قصة، كأني بحكي لك قصة فيلم. خد الكلام ده بجد، إلا استمعوه وهم يلعبون. بالله عليك لو حد يسمع، وصف النار، ويل وادي في جهنم تزوب منه الجبال. اسمع حديث سيدنا النبي قبل ما وصف لك يا رب، ده أنا هكلمك بس في حاجة واحدة فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر برجل أن يجلد في قبره 100 جلدة. ما تسمعش الكلام ده على إنه قصة، ده عقيدة. اسمع الكلام ده على إنك ده هيحصل فيك بكرة دلوقتي حالا لو مت. فظل يبكي ويتوسل حتى خففت إلى جلدة واحدة، فضرب جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا. أهو الرجل ده، لا دي بس إيه، جلدة واحدة. فبكى وصرخ: يا رب فيما ضربتموني؟ أنتوا تضربوني ليه؟ قيل: لأنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. مرة واحدة ما توضتش كويس، ومرة واحدة مريت على واحد مظلوم وما نصرتوش. يا إخوة الأمر جد، إنه لقول فصل. وما هو بالهزل، مش تهريج، هي مش لعبة، لكن كثير من الناس واخدها لعبة. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. واخدها لعبة، بيلعب، فكر ان اللي احنا بنقوله ده كلام بخوفك. طب وانا هستفيد ايه من تخويفك؟ يعني انا ما مش هستفيد منك حاجة، انا بقول لك الحقيقة وبقول لك بنص القرآن: انما انذركم بالوحي. طب ايه اللي يخلي القلوب تلهو وتاخد الكلام ده لعبة؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. اول حاجة بتلهي القلوب الدنيا. اللهم اكفنا شر الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا.